أسعد الله أوقاتكم جميعا، نلتقي في قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 في الشروحات المخصصة لهذا مواد القانون، وهو الفصل الأخير، الفصل 13 من شروحات القانون، والذي يتحدث عن العقوبات والأحكام الختامية، وهو الفصل الأخير في قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004. يبدأ هذا الفصل في المادة رقم 81، وتتحدث عن عقوبة مخالفة أحكام قانون الصحة العامة. القانون هنا نقصد قانون الصحة العامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعني إذا كان في عقوبة شديدة مسبقا قبل هيك محكوم فيها إنسان، ما مع عدم الإخلال بها ينص عليها قانون آخر، صادرة من قانون آخر غير قانون الصحة العامة رقم 20 سنة 2004، بدون إخلال فيها أي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون رقم 20 سنة 2004 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد عن 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا إذا كان محكوم بحكم أعلى من هيك أو أشد بقانون آخر. يعني إذا القانون الآخر معاقبه بالحبس مثلا 6 أشهر، لا إحنا بنجيبه بنحبسه سنتين وبنغرمه 2000 دينار أو بإحدى العقوبتين، يا الحبس يا الغرامة يا مع بعض، طبقا لمستوى الجريمة أو المخالفة اللي ارتكبها هذا الشخص. مادة 82، حالات تشديد العقوبة. تكون عقوبة الحبس وجوبية إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في الأموال. العقوبة بتكون وجوبية للحبس إذا ترتب على المخالفة اللي ارتكبها الشخص المخالف للقانون خسارة في الأرواح، يعني مات تحت إيده حدا بالخطأ، يعني خطأ منه مش يعني قدر، أو أنه تسبب بأضرار جسيمة في الأموال والممتلكات للمواطنين، يعاقب بالحبس. وهنا الحبس إيجابي يعني وجوبي، عفوا وجوبي يعني إلزامي. العقوبة هنا تضاعف في حال تكرار المخالفة، يعني طلع من الحبس وعمل المخالفة كمان مرة، تضاعف له العقوبة مرة أخرى. مادة 83، إصدار أنظمة أو لوائح تنفيذية. على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة أو اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، طبعا مجلس الوزراء هو من يقرر. مادة 84، الإلغاءات. دائما لما بنصدر قوانين زي ما شرحنا في البداية، عندما نبدأ القانون نلغي كل ما سبق في النهاية، يعني عشان أنا أطبق هذا القانون كامل بال 83 مادة تبعته، المادة 84 لازم تنص على هنا أنه تلغى القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديلات، يعني يعتبر هؤلاء القوانين التنين ملغية بحكم أنه صدر هذا القانون رقم 20 سنة 2004. ألف، قانون الصحة العامة رقم 40 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة اللي احنا شرحناه في أول باب إذا فاكرينه، وقانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 66 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وهذا قانون أردني وهذا قانون الاحتلال وكان في أجزاء من المصري. فعندما صدر القانون الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004 ألغى أحكام القوانين هاي التنين في غزة والضفة، وبالإضافة إلى أيضا يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. يعني عندما صدر القانون هذا بعقوباته بتشريطاته بشروطه، أي شيء يخالف المواد تبعت القانون تلغى فورا ويطبق هذا القانون فقط. عشان هيك القانون لما يصدر بيلغي ما قبله أو بيعدل على ما على الحالي، ولكن هنا إيش حاكي مجلس الوزراء؟ تلغى القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديلات، كل التعديلات اللي صارت على هذه التعليمات والقوانين تلغى. ليش؟ لأنه في صدر قانون جديد يطبق بدل هذه القوانين اسمه قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004. على جميع الجهات، مادة 85، التنفيذ والنفاذ. هنا اللي إيش الأوامر. على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه،
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد 30 يوم من تاريخ نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية. إذا انتشر القانون فيها بعد مصادقة المجلس التشريعي بعد 30 يوم بينفذ. ليش هيك التعليمات؟ صدر في مدينة غزة بتاريخ 27 ديسمبر 2004 ميلادي، الموافق 15 ذو القعدة 1425 هجري، الرئيس روحي أحمد محمد فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا الكلام تم يا جماعة بعد وفاة الشهيد ياسر عرفات، الرئيس ياسر عرفات. فروحي أحمد محمد فتوح كان رئيس المجلس التشريعي آنذاك، وبحكم القانون ينصب رئيس المجلس التشريعي رئيسا للسلطة لمدة 60 يوم حتى صدور الانتخابات وانتخاب رئيس للسلطة الوطنية من جديد، وبعدها انتخبوا الرئيس أبو مازن في شهر 1/2005، أصبح هناك رئيس للسلطة، وتم التوقيع هنا في هذا القانون باسم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعي والقانوني الأستاذ روحي أحمد محمد فتوح. ولهذا السبب، ما تعتقدوا أنه خطأ لأنه طول عمرنا إحنا الفلسطينيين ما بنعرف غير ياسر عرفات وأبو مازن؟ لا، هو روحي أحمد فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أتى رئيس للسلطة الوطنية بعد وفاة الرئيس عرفات طبقا للقانون. شكرا لكم على هذا الاستماع الجيد لمساق قانون الصحة العامة رقم وشروحاته رقم 20 لسنة 2004، وأرجو أن نلتقي في مواد أخرى ومحاضرات أخرى إن شاء الله فيما يخص قانون الصحة العامة أو مساقات الصحة العامة من جديد. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في لقاءات أخرى إن شاء الله.